السلام عليكم. انا اسمي الشيخ عيسى، مانجنج دايركتور اوف ساينس كرافتس. احنا هنعمل دلوقتي الساينس شو. اكشلي بريفلي كده، احنا شركه بتعمل ايه؟ شركه شغاله في مجال الايديتينمنت. الايديتينمنت هو عباره عن ايه؟ هو فكره ان احنا نعمل education through entertainment. ازاي نقدر نعلم الاولاد حاجات ساينس ريليتد بس in a very fun and interactive way، بحيث ان هم ما يبقاش الساينس بس فكره ان احنا قاعدين في المدرسه بناخد ساينس لسن او حاجه. لا، الفكره ان الساينس ده حاجه جوه حياتنا، الاطفال لازم تبتدي تتعامل معاها. عندنا بنعمل ده ثرو بروجرامز كتيره للاطفال من اول سن 4 سنين لحد هاي سكول 15 سنه. اتكلم بالراحه. بنعمل ده ثرو اكتيفيتيز ان سكولز ونيرسز بري سكولز في الكامبس بتاعتهم. اكشلي احنا اناونسنج جوه تشايلد اكسبو ان احنا هنبتدي نشتغل مع البيرنتس، ان هم لو عندهم انفيدوال كيدز يعني، فا اور بوث في اخر ممر. يو كان know more about our activities والoffers اللي احنا عاملينها بمناسبة Child Expo. دلوقتي احنا هنعمل ساينس شو، دي حاجة من الحاجات الجديدة اللي احنا برضو بنبريزنت. ازاي تبقى في حاجة ساينس and interactive والاطفال حباها، بالنسبة لهم magical shows بس actually it's pure science، فازاي نوصل الساينس through magical shows. ف this is one of the shows. I hope you يعني feel the science في الشو، مش بس ان احنا قاعدين بنتفرج على حاجه لطيفه، لا احنا في الاخر بنوصل ده كمان ساينس. فسيبكم مع حسام، هيبقى بيعمل الساينس شو دلوقتي، و I hope you enjoyed. Thank you. السلام عليكم. جاهزين؟ تمام. واحنا صغيرين دايما اتعودنا ان احنا نحب السوبر هيروز، نتفرج على باتمان واللي بيطلع اشعاع من عينه واللي بيسافر المريخ الصبح ويجي بالليل ينام في سريره. كل الحاجات ديت ممكن ما تكونش واقعيه دلوقتي خالص بالنسبه لنا احنا ندركها يعني. طيب فكرنا نخش المعمل بتاع ساينس جراس وقلنا عاوزين نعمل سوبر باورز بس من حاجات واقعيه فعلا. فقررنا نخش المعمل وقلنا اكتر حاجه هنستعملها ان احنا نطلع سوبر باورز هي الطبيعه اللي حوالينا. والنهارده هنعمل ان شاء الله سوبر باورز من الهواء باذن الله. جاهزين؟ يلا بينا. دوت عبارة عن كونتينر عادي صغير جدا، انتوا شايفين جواه حاجة مختلفة. طب جواه ايه؟ جواه هواء، مظبوط؟ طيب الهواء دوت المفروض دي كوباية عادية كبيرة شوية، أنا غطيتها ببالونة، أنا هشد البالونة كده. دلوقتي في هواء جوه الكوباية ديت، صح؟ طيب هو الهواء دوت ينفع نغطه؟ ينفع؟ طب ولما اضغط الهواء ايه اللي ممكن يحصل؟ تمام. طيب انا دلوقتي شديت البالونه ولما اسيبها متخيلين ايه اللي هيحصل؟ اول ما اسيبها كل الهواء اللي هيكون جوه الكوبايه ديت هيتضغط، ومفروض هو طلع منين؟ من هنا، صح؟ مين كان بيتفرج على مازنجر زمان؟ فاكرين مازنجر كان دايما في اخر حلقه دايما بيبقى عنده كده مع نهاية الحلقة كده لازم يموت كل الوحوش اللي حواليه، بيطلع عاصفة من هنا، صح؟ ويموت كل الوحوش اللي حواليه. العاصفة دي ممكن تبقى عاصفة ايه؟ عاصفة هواء، صح؟ طيب بس عاصفة الهواء هي فعلا ممكن تموت حد ولا ممكن تبقى قوية للدرجة دي؟ ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. طيب انا عاوز مستر محمود لو سمحت، انا عاوز تو فولنتيرز، يبقى بيرنت مثلا هو و ابنه او بنته. اوكي تفضلي. احنا اتفقنا دلوقتي ان ده جواه هواء، ودلوقتي شديت البالونه لما اسيبها ايه اللي هيحصل؟ المفروض ان في هواء مضغوط فجاه طلع لقدام، صح؟ طيب حسام هانيا، ازيك هانيا؟ طيب ممكن هنستخدم، بصي يا هانيا ممكن تخلي دي معاكي، وهناخد كوباية. معلش ممكن هنحط فيها على راسك كده. اوكي اتفضلي. حضرتك ممكن تقفي هنا. ثبتها. ايوه تبقى وشك لوش هانيا. جميل. تفتكر يا هانيا دلوقتي لما نشد ديت ونسيبها في هواء يخرج من هنا، مظبوط؟ صح؟ الهواء دوت ممكن يوقع الكوباية؟ لو كان قوي. طيب يعني انت محتاجه ان انت تعمليه قوي
وتاني حاجة محتاجة ان انت تركزي كويس ان انت تنشنيها على الكوباية، لان انت لو نشنتيها هنا هتوقع الكوباية. لا، يبقى لازم ننشن كويس ونحاول نوقع الكوباية. نشني اكتر، مش جاية خالص. طيب، واضح ان دي مشكلة. برافو عليك، واضح ان دي مشكلة كنا عايزين نعرف حلها، ان احنا مش شايفين الهواء صح؟ احنا عايزين نشوف مسار الهواء كويس عشان نقدر نعرف هو الدايركشن بتاعه رايح فين. فدلوقتي هنعمل نفس الاكسبيرمنت تاني، لو عايزين تبدلوا براحتكم. بس دلوقتي اللي هنعمله ان احنا هنحط سموك جوه الكوباية ديت، بحيث ان هي لما انت ممكن تجربي دلوقتي حالا وتشوفي. شيلي ايدك. ايوه ايدك. ايوه انت ممكن دلوقتي. عايزين ركزي اكتر، ركزي اكتر. لا ركزي اكتر. طب انا ممكن العب معاكم. طيب انا ممكن العب معاكم. طب ثانيه واحده، انا عايز اجيب الاير جان بتاعي وهنلعب مع بعض. ايه رايكم في الاير جان دوت؟ حلو، معمول من ماتيريالز بسيطه جدا زي ما انتم شايفين. وعلى طول دلوقتي انا هحط جواه الدخان عشان يبان اكتر، وممكن نلعب مع بعض. لا مش هيحصل حاجه ان شاء الله. عايزين دخان. بس طيب جاهزين؟ شايفين الهواء عامل ازاي؟ هو دلوقتي انا اقدر احدد اتجاهه صح؟ ممكن تحط الكوبايه فوق دماغي هانيا؟ انا دلوقتي احاول اوقع الكوبايه ماشي؟ ما جاتش. عايز تنزل تحت شويه؟ تيجي هنا شويه؟ لا انا هجيبك، انا هجيبك. اوه انا كده قدرت ان انا اتحكم في اتجاه الهواء صح؟ وانا بقيت شايفه دلوقتي. معلش لو الناس متضايقه من الدخان دوت، ممكن معلش ننزل تحت لو سمحتوا. انتوا زي ما انتوا شايفين رجلي الصرعه من الكونتينر دوت. طب هي بتطلع ازاي؟ زي ما اتفقنا، بدل البالونه في الكونتينر الصغير حطينا هنا زي كيس كبير كده زي ما انتوا شايفين، ومفروض اتفقنا ان في هواء جوه. وكل اللي انا بعمله ايه؟ انا عمال بضغط الهواء بس، وحطيت سموك جوه. طبعا السموك دوت وهو طالع والهواء مضغوط، ايه اللي بيحصل؟ بيبان وهو طالع عن طريق ايه؟ الدخان دوت. فانا بقيت قادر اشوف الدايركشن بتاعه. طيب شكرا جزيلا ليكي، متشكر جدا، متشكر جدا. انا ممكن العب معاكم لعبه صغيره تاني ونشوفوا ايه اللي هيحصل بيه. انا هحتاج من كل واحد لو حد حابب يحط الكوبايه ديت فوق راسه، وانا هحاول ان انا انشنها عليكم. اتفقنا؟ هنقعد مكاننا لو سمحتوا، معلش. بعد اذنكم محدش يطلع على الستيج. حاضر. انا اوكي. اللي حابب ان هو يحط كوبايه زي ديت، وانا خليكم مركزين ان هي تبقى فوق دماغكم بالظبط عشان انا هحاول ان انا اوقعها. خلينا معلش بره الستيج. هو ممكن يدينا كوبايات؟ ممكن ناخد كوبايات تانية. مين جاهز؟ مين جاهز؟ مين جاهز؟ مين جاهز؟ مين حاطط كوبايته؟ طيب انا هركز هنا اشوف. اوه ننزل تحت شوية. طيب مين حاطط كوبايته هنا؟ مين تاني حاطط كوبايته؟ مين تاني بعيد حاطط كوبايته؟ مين فين الكوباية؟ قربت. كانت صعبة الكوباية دي، الكوباية دي تقيلة صح؟ طيب دلوقتي احنا عملنا، فهمنا ان الهواء دوت ممكن نضغطه وممكن نعمل بيه حاجة زي كده. مش دي احنا ممكن نفتكرها ان هي سوبر باورز؟ لو انا دلوقتي حطيت، معرفش ازاي، لو انا حطيت دلوقتي جيركن زي هنا بسيط جدا زي ده، وحواليه بالونه او كيس، وقعدت اطلع دخان زي ما انتم شايفين كده، مش دي هتبقى سوبر باورز صح؟ وحط واحد حاطط كوبايه هنا وانا قعدت ارميها بشويه هواء، مش دي سوبر باورز؟ دي في الساينس مش سوبر باورز. دي كلها احنا فهمنا الساينس والاير عامل ازاي، وايه البروبرتيز بتاعت الاير دوت، وازاي ممكن اقدر اشوفه.
وبعد كل دوت خدت كل الحاجات دي وقعدنا نفكر نشوف ازاي ممكن نبني حاجه نتبسط بيها ونفهم منها ساينس. طيب هنشوف حاجه كمان. اتفقنا ان احنا ممكن نضغط الهواء، تمام؟ هل هنعمل بيه اللي فاتت دي بس ولا لا؟ هنشوف. طيب دي حقنه بس كبيره شويه، دي مش البني ادمين اللي بياخدوها، دي حقنه بيضاويه عشان تبقوا عارفين برضه. المفروض انا دلوقتي انا عمال بعمل ايه؟ بعمل ايه؟ بسحب هواء، صح؟ جميل، دلوقتي بقى فيها هواء. طيب لو انا عايز افرج الهواء اعمل ايه؟ هدوس على الحقنه، مظبوط؟ انا دلوقتي بخرج هواء، جميل جدا. طيب هسحب هواء تاني وهجرب دلوقتي ان انا احط الروكت الصغير ده، بس قبل ما احطه هساله سؤال. لو انا سحبت بالراحه كده، هو انا كده بضغط الهواء جامد ولا عادي بضغطه كده وخلاص؟ بضغطه ما بضغطوش جامد. امتى اضغطه جامد؟ لو سحبت الهواء وطست مره واحده، ايه اللي حصل؟ الهواء مره واحده كان عايز يخرج، خرج جامد، صح؟ طيب اسحب الهواء تاني واحط الروكت دوت، والمفروض دلوقتي ازق بالراحه ولا جامد؟ ازق جامد، برافو عليك. طيب جاهزين؟ تفتكروا ده ممكن يطير كويس ولا انا متخيل صح ان هو ممكن يطير كده؟ اللي بيقول ان هو هيطير اللي بعد الكورس الثاني ممكن يرفع ايده. طب اللي بيقول ان هو مش هيعدي الستيج ممكن يرفع ايده؟ مش هيعدي الستيج؟ ايوه. بتقول ايه؟ هيعدي الستيج ولا هيعدي الكورس الثاني؟ انت ايه رايك؟ هيعدي الكورس الثاني. اسمك ايه؟ يوسف. جميل يا يوسف. طيب ماشي، شكرا يا مستر محمود. انا دلوقتي هجرب ان انا المفروض اضغط جامد. جاهزين؟ شكرا يا يوسف. طيب الهواء دوت ممكن اضغطه وممكن اعمل بيه حاجه تانية. عارفين السكشن كابس اللي هي بنلزقها في ازاز العربيه لو عايزين نعلق حاجه وكده؟ هي دي شغاله ازاي؟ بنمسكها الازاز معانا بنضغط عليها نلاقيها لزقت، صح؟ ازاي بيحصل ده؟ السكشن كاب معموله ماشي، شكرا يا يوسف. اللي بيحصل ان السكشن كاب دي وانا هلزقها على الازاز، انا باخدها دلوقتي الزقها على الازاز، هي عماله بتعمل ايه؟ بتشيل كل الهواء اللي تحتها، صح؟ لما شالت كل الهواء اللي تحتها هي كده كونت فراغ. لما كونت فراغ بقى في جواها لو بريشر، وبره الهواء العادي ايه؟ هاي بريشر. فايه اللي حصل؟ هي مش قادره تطلع. طب تيجي نجرب اكسبيرمنت على دي. انا معايا تو سكشن كابس، وكل اللي ما بينهم عباره عن ايه؟ كل اللي بينهم عباره عن ايه؟ هواء بس. دلوقتي هجرب ان انا احطهم على بعض كده وهشيل كل الهواء اللي ما بينهم. انا كده خلاص شلت كل الهواء اللي ما بينهم. لو سبتها هتقع؟ لو سبتها هتقع؟ لا مش هتقع، برافو عليك، هي ما وقعتش. طيب تفتكروا هي ضعيفة؟ لا. طيب ممكن يوسف تعالى؟ اوكي. يوسف هيحاول يشد معايا انه يفصل دول، سهلة صح؟ لا. انا ما لزقتهاش بحاجة تاني زي ما انا وريتكم في الأول. أنا ما نزلتهاش بحاجة، هي كل ما بينهم هوا. يلا يا يوسف جاهز؟ يلا امسك معايا وحاول إن احنا نشيلهم عن بعض، نشيلهم عن بعض جامد، عايزين نفصلهم عن بعض، فاهم قصدي؟ لا لا مش من هنا. أيوه من هنا، يلا بقى نشد جامد. شد المسمار، ماشي يا يوسف، شد تاني أقوى أقوى أقوى. شد أقوى يا يوسف، أنا هشد. طيب ممكن نشد أنا؟ معلش، شكرا يا يوسف. شكرا يا يوسف. طب انا احاول اشد فعلا، انا بحاول اشد بكل قوتي، انا مش عارف فعلا كل دوت لان انا شدت كل الهواء اللي جوه، ودوت انت لما عرفت فعلا ان الهواء ده ممكن اعمل منه سوبر باورز. الفاكيوم دوت بيستخدم في حاجات كتير جدا، زي برضو ما ضغط الهواء بيستخدم في حاجات كتير جدا، وضغط الهواء عملوا منه اسلحه عموما، ان هو ممكن قوه تاثيره ان هو فعلا يسبب ضرر ما، ونتمنى ما يبقاش فيه ضرر خالص. طيب هنشوف اخر حاجه معانا. ده زي ما انتم عارفين عباره عن ايه؟ بلور. البلور ده بيعمل ايه؟
بيطلع هواء. هو كل إذا شغال كل اللي فيه عبارة عن زي ساقية، الساقية دي بدل ما هي بتطلع مية هي بتلف بسرعة جدا 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 فبتطلع إيه؟ هواء. الهواء دوت طالما دي بتلف بسرعة الهواء ده هيعمله هواء سريع. طيب هنجرب حاجة. هجرب دلوقتي احط شوية كور بينج بونج هنا ونشوف اللي ممكن يحصل. شوف الهواء ده قوي ولا ضعيف؟ حاطين جامد؟ طيب جاهزين؟ ريدي ستيدي. الناس جاهزة؟ الناس جاهزة. طيب كويس. ريدي ستيدي جو. بتطلع جامد جدا. كل ده بسبب ايه؟ الهواء طالع بسرعه جدا. انا ممكن اعمل بيها حاجه مختلفه. طيب تفتكروا نحط مجموعات كور مع بعض بدل كور واحده؟ بس احنا كده هنبوظ المكان. الناس اللي هناك مسامحانا، هنبوظ المكان بشويه كور بينج. ماشي، نحط كذا كور بينج. هنزود كمان يا مثلا. يلا جاهزين؟ يلا جاهزين؟ هتسامحونا صح؟ اوكي. طيب يعني احنا انا انبسطت فعلا انا كنت معاكم النهارده، واتمنى ان تكونوا كمان انبسطتوا. لو حابين تعرفوا اكتر عن البروجكت اللي بتعملها ساينس كرافت، احنا البيوت بتاعنا هنا اللي ليه نجمه زرقاء فوق لو شايفينها. ان شاء الله دايما تبقوا بخير، وباذن الله تكونوا في احسن حال. شكرا جزيلا.